كريم، راي حضرتك ايه النهارده في المباراه واستعدادات الفرقتين زي ما قال كابتن حسام مبنيه على الماتش الاول امبارح؟ انا عايز ابدا من اول ما انتهى كابتن حسام. كابتن حسام اتكلم في نقط مهمه جدا وانتهى هنبدا ازاي. احنا هنبدا، هل احنا هنبدا زي ما بدانا المره اللي فاتت ولا هنبدا زي ما انتهينا؟ كل تغييرات النادي الاهلي كانت ناجحه. يعني كابتن طارق محروس بدا باسلام عنصر خبره، وحسين زكي كان مذاكره، واللعيبه عارفه بعض في المنتخب كويس. يعني وقفوا مفعوله كتير، طلعوا نزل اسامه الجزيري. اسامه الجزيري عمل ماتش هايل. نفس الكلام في الرايت وينج، عندك كاستيلو هو الاساسي في الرايت وينج، ولا استلم ولا كوره، ما جابش ولا جون في الشوط الاولاني. راح سحبه كبيره. راح سحبه في الشوط الاولاني، راح منزل عمر سامي، ولد اسمه عمر سامي صغير هايل، جايب في اول 11 دقيقه جايب 5 اجوان الماتش اللي فات. وضربات الجزاء كان كويس بيها جدا، ده 3 اجوان من ضمن الخمسه، جايب 5 اجوان، عمل كامباك للجيم، منهم اول تقدم كان الماتش اللي فات 19 18. اول تقدم ده كان هو اللي جايبه في الدقيقه 8. فهل هيبدا بعمر سامي ولا هيبدا زي ما بدا؟ هي دي، نبدا ازاي الستارت ازاي؟ مهم جدا. هنبدا باسلام ولا نخليه في الاخر عنصر الخبره؟ سته اللي حصلوا بتوع الماتش بالظبط. هبدا ازاي؟ هبدا باللي فايق ولا هو هيراهن باللي معاه واللي عنده ثقه فيه؟ حسب ما كابتن طارق هو ادرى واحد فيه من الناحيه دي. هي البدايه، الستارت بتاع الجيم هو اهم حاجه. صحيح. الستارت بتاع الجيم. صحيح. الجيم بتاع النهارده ده من وجهه نظري الشخصيه هو مش بتاع الكومبو، مش بتاع المراكز اللي جوه خالص، مش الناس كلها عارفه بعض، واجمد لعيبه في مصر ومنتخب مصر بيلعبوا في النادي الاهلي في الليفت باك والميدل باك والرايت باك وعلى البيفورت، اقوى اربعه هنا واقوى اربعه هنا، في زحمه. اللي يستغل الوينجات ويعمل ستريتشنج للملعب هو ده اللي هيكسب. عندك سيسا هو مربط الفرس الماتش اللي فات، عندك عمر سامي لوحدهم جابوا فرق 8 تجوان، جايبين منهم 6 7 تجوان هم بس. صحيح. والنجوم بتحفظ بعضها كتير جدا، وقفوهم كتير جدا. يحيى الدرع وقف، الاحمر وقف، حافظين بعض هم اللعيبه. بالظبط. فاللعيبه بيعمل ستريتش ويدخل عناصر جديده، عناصر جديده ولعيبه صغيره بتجري فاست بريك، هو ده اللي هيقدر. البدني بتاعها كويس، حاجات كتير جدا. اللي هيكسب من المديرين الفنيين سواء كابتن حسين زكي سواء كابتن طارق محروس، انا شايف النهارده اللي هيعتمد على الونجات هو ده اللي هيكسب، اللي هيفتح الملعب هو ده اللي هيكسب. صحيح. طب